منتدى الدوحة صار منصة عالمية، مش منصة محلية بس، ولا منصة إقليمية لصناع السياسات ومشاركة أفكارهم والتباحث حول السياسات المستقبلية. وجزء اليوم كبير من معظم السياسات لها علاقة بالاقتصاد الرقمي والسياسات الرقمية بشكل عام. المؤشر اليوم لأطلاق ديكارت إنستيتيوت، وتقرير مهم لصناع القرار وصناع السياسات على أساس يعرفون التوجهات اللي بنوا عليها سياساتهم، هل هي في الاتجاه السليم أو لا، وين ممكن من ناحية التطوير. طبعا اليوم قطر روان التقرير انها من افضل 10 اقتصاديات في السياسات الرقميه، وهي يعطينا تاكيد على ان الاتجاهات اللي اتبعناها في اختيار سياساتنا والطرق المتبعه لتطوير السياسات مثل الاستشارات العامه والاستشارات العالميه مع اصحاب المصلحه ساعدتنا ان احنا نطور من هالسياسات. وطبعا يعطينا مؤشر قوي خصوصا في اعداد استراتيجياتنا المستقبليه، خصوصا احنا في طور قريبا الاعلان عن الاجنده الرقميه 2030 اللي هي بتحدد المستقبل ان شاء الله لتوجهات العامه للاقتصاد الرقمي بدوله قطر، وكيفيه امكانيه مساهمه الاقتصاد الرقمي في التنوع الاقتصادي العام للدوله. وان شاء الله نسعى ان احنا نقدم رؤى مستقبليه على اساس تطوير الاقتصاد بشكل عام. تعزيز قطاع الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات له مناحي كثيره، وجزء من التعزيز هو قدرتنا على شرح امكانياتنا للعالم على اساس ان احنا نكون احدى المنصات اللي ممكن تكون جاذبه للاستثمارات العالميه، ونعرض امكانيات الدوله التقنيه والامكانيات خلينا نقول في التعاون مع دول اخرى. الاقتصاد الرقمي والاتصالات بشكل عام لا يمكن انك تعمل بمعزل عن العالم، لازم تبحث مع الناس، نعرفهم توجهاتنا، نعرف توجهاتهم، نبحث نقاط الالتقاء وين ممكن نتشارك وممكن نتعاون على اساس نقدر كلنا ننهض خلينا نقول ونساعد مراحل التطور المختلفه لدولنا.